أهلا بحضراتكم من جديد وحديث القاهرة. فقرتنا الحوارية النهاردة اللي أثار الموضوع وخلاه مرة تانية متصدر حديث القاهرة هو الموضوع بتاع ليلى عبد اللطيف والأهلي. إنها طول الفترة اللي فاتت بتقول توقعات، التوقعات دي صادقة بنسبة 100%، سواء كانت طلاق فنانة، سواء كان موضوع متعلق باغتيال وحادث طائرة أو غيره، لكن في موضوع الأهلي فشلت التوقعات. أعلنت لحضراتكم في الفقرة اللي فاتت إن القاهرة 24 عملت معاها لقاء، فقامت قايله لهم لا أنا طالما ما شفتونيش بالصوت والصورة يبقى التوقعات دي مدعاة عليا وليست حقيقية. هل لأنها كانت توقعات فاشلة ولا كان إيه الموضوع؟ ده نحط الموضوع ده على جنب فأثار الحديث وعاد للواجهة من جديد. علم الفلك هل هو علم؟ طب ولو ما كانش علم لماذا الكتب الأكثر مبيعا في بداية السنة هي كتب حظك هذا العام والأبراج؟ طب وإذا ما كانش كده ليه فيديوهات الأبراج هي الأكثر مشاهدة؟ ليه الناس بتسأل بعضها برجك إيه أول مرة؟ هل في درجة توافق ولماذا يقف الدين في المقابل عندما نتحدث عن الأبراج وعلم الفلك؟ وهل بالفعل هو يقف في المقابل ولا لا؟ أسئلة مهمة جدا خلينا نناقشها معكم النهاردة بمنتهى الحيادية والموضوعية وزي ما احنا متفقين علشان نفهم مع ضيوفنا الكرام هنا في استوديو الهوى. معانا عالم الفلك الأستاذ أحمد شاهين، أهلا بحضرتك. أهلا أستاذة كريمة. ومعانا الداعية الإسلامي الدكتور محمد علي، أهلا بحضرتك يا دكتور. أهلا وسهلا بيك بسادة المشاهدين. وحتشاركنا عبر زوم من دولة الكويت الدكتورة رباب حجازي، دكتوراه في علم النفس السلوكي والباحثة الفلكية، معانا على مدار هذه الفقرة. أهلا بحضرتك يا دكتورة رباب. أهلا بك يا أستاذة كريمة وبالضيوف الكرام. أهلا بحضراتكم. وحبتدي فورا بتعليق على الحادث اللي أنا بحكي عنه، وحبتدي مع حضرتك الأول أستاذ أحمد لأن حضرتك موجود معنا في القاهرة وشفت اللي حصل الفترة اللي فاتت من تعليقات على ليلى عبد اللطيف. عندك تعليق؟ طبعا، يعني يمكن من ملاحظه الامر دون يمكن المتنبئه او صاحبه الالهام زي ما بتقول على نفسها يعني عالمه فلك، فهنلاحظ ان جميع الاحداث اللي يقال انها صدقت فيها بتقراها من ورقة ليها علاقه باحداث سياسيه اقتصاديه، ليها علاقه ممكن يكون مخابرات دول، ملهاش علاقه بعلم الفلك ابدا، حتى ما فيش حاجه اسمها الهام. لكن الموضوع الرياضي اللي هو اللي هي فشلت فيه، هي طبعا التوقعات موجوده وقالت نصا ما فيش حاجه اسمها ما قلتش، لا قالت ومنتشره ان الترجي ان هي الاهلي والترجي هناك في رادس في تونس مش هيفوزوا، يعني 0-0، وهيجي هنا انا شايف الترجي هياخد جون، يعني هيجيب جون وهيفوز وبالتالي الاهلي سيخسر صراحه كده وش تمام. فبالتالي هنلاحظ ان الاحداث الرياضيه طبعا الدول عامه او المخابرات ما يهمهاش احداث رياضيه، فبالتالي ده يدل اللي هي كانت بتقوله بتقرا من ورقه، حتى في بعض الحاجات اللي بتقراها خاطئه لها علاقه بانظمه مخابراتيه بتقول لها قولي، لكن حاجات رياضيه اتفضلي. تقصد ان توقعاتك ان في بعض الاخبار بتدي لها جهات معينه لكن في اخبار ثانيه بتحاول تكتات فيها، لكن الحاجات الرياضيه لما اتفضلي نقف هنا. انا بعد اذن حضرتك هروح للدكتوره رباب. قبل ما ارجع لحضرتك دكتوره رباب، يعني في ناس بتقول على نفسها لما تيجي توصف تقول عالم فلك، وفي ناس تقول خبير فلك، وفي ناس تقول باحث في شؤون الفلك زي ما انا بشوف حضرتك دايما بتقولي. ممكن حضرتك توضحي لي الفرق؟ بسم الله الرحمن الرحيم. في البدايه وقبل ما اوضح لحضرتك الفرق، بس انا عايزه اوضح حاجه مهمه جدا. اتفضل. ان في 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 علم فلك وفي الفلك التجاري. الفلك التجاري اللي هو المشتهر دلوقتي اللي هو ايه حظك اليوم وبرج الاسد بيتوافق مع برج العذراء والكلام ده، هو ده اللي لينا الحق ان احنا نقول عليه ده فلك سيء السمعه ومش هو ده الفلك الحقيقي. علم الفلك هو علم عظيم مقدس منزل من رب العالمين، فايدته خدمة الإنسان، لأن علم الفلك بمعنى اللي هو الأسترولوجي هو علم دراسة تأثير حركة الكواكب والأجرام السماوية على الأرض من حيث الظواهر الطبيعية وعلى حياة الإنسان وسلوك الإنسان. طب ممكن أقف هنا عند جزئية منزل من رب العالمين، ده استنادا على إيه؟ استنادا على ان هو علم لدني مش علم حد اخترعه، يعني ما فيش حد جاء اخترع علم الفلك ده، هو علم نازل من ربنا، واول من انزل عليه هذا العلم هو سيدنا ادريس عليه السلام. بتوصيف باثبات؟ والله هي بتوصيف واثبات من الحضاره المصريه القديمه
من آلاف وآلاف السنين موجود الخرائط الفلكية وموجود تأثير الفلك، وخريطة مصر ذات نفسها وأبو الهول ذات نفسه موقعه في الأرض بيطابق موقع كوكبة الأسد في السماء. فعلماء المصريين القدماء كانوا أول ناس عرفوا الفلك واتكلموا عنه واستفادوا بيه، والأهرامات الثلاثة مطابقة لما يسمى بحزام أوريون اللي موجود في السماء. طيب سؤال أخير قبل ما أجي أخد تعليق ديني على هذه الجملة، في جزئية تانية يعني دايما بيتقال إنه يعني بعيدا عن إنه علم منزل من السماء، إن هو تم وضعه بالتتبع، بمعنى تكرار الأحداث والحوادث في نفس الوجود، نفس الاصطفاف الكوكبي، فده بيدي للناس مؤشر إنها هذا يحدث طالما في حركة كوكبية بهذا الشكل. هل ده كمان من ضمن الحاجات اللي استندتوا عليها في كلمة علم الفلك؟ ده علم بقى دراسة الظواهر الطبيعية واستنادا للتكرار، لما يجي مثلا جرم سماوي يعمل اتصال مع جرم سماوي آخر، استنادا كمان لمعنى الكوكب ووظيفة الكوكب، لأن الكواكب ربنا خلقها لها وظيفة ولها فايدة، كل كوكب ليه قيمة كمان بيحملها وليه وظيفة بيؤديها، فاستنادا لوظيفة كل كوكب احنا بنقدر نعرف ان الكوكب ده مسؤول عن كذا والكوكب ده مسؤول عن كذا، وان اتصال معين ما بين الكواكب ممكن يسبب ظاهرة طبيعية معينة على الأرض، وده اللي بيقوم بيه الحقيقة العالم الهولندي اللي بيرصد حركة هايل الزلازل عن طريق حاجات زي دي. هايل، يعني إذا هي دي الأفكار اللي حضرتك بتبني عليها ما تقدميه من محتوى وفكرة البحث في عالم الفلك. عند حضرتك أي تعليق على اللي سمعناه لحد دلوقتي يا دكتور؟ الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، وصلى الله وسلم وبارك على المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام. قبل ما أعلق بس أنا حابب بس أوضح للسادة المشاهدين، ومفيش حاجة شخصية خالص زي ما حضرتك قلتي في البداية، بنتكلم بمنتهى الهدوء عشان الناس بس تفهم مين الناس اللي بتتكلم معهم. الأستاذ أحمد ولي كل التقدير والاحترام طلع في برنامج مع مصعب العباسي وقال إن إيلون ماسك ده من الزواحف وليس من البشر. أنا ليه بقول الكلمة دي؟ حتى إن أنا أعلم السادة المشاهدين أنتوا بتسمعوا لمين؟ دي نقطة. النقطة الثانية، ممكن أقول حاجة؟ تفضل. الأستاذ أحمد هو أقرب فقط أنا بس عايز أقول حاجة، فقط سيحاسب الآن في هذه الحلقة على ما سيقوله في هذه طبعًا. الحلقة أي شيء سبق عن هذه الحلقة. ما هو أنا عايز أعرف الناس بس إحنا دلوقتي بناخد العلم من ما مين؟ حتى الأفكار قابلة للمراجعات يا طيب دكتور، عشان كده أنا قلت لحضرتك أي شيء قيل فيما هو سبق ده الفكر قد بقى. يكون قد وقع، هو ده الفكر قد يكون قد رجع عنه، فأنا مش لا هرجع ما رجعش نقطة عنه سألي. طيب هرجع عنه، ما أنا مش هرجع لنفس النقطة. إزاي يعني إيلون ماسك من الزواحف وهو اتقابل مع فضائيين في الواحات؟ ما علينا، يا خلاص خلينا نتكلم في موضوع النبي صلى الله عليه وسلم، وأنا مش هخرج بره الموضوع. أرجوك. يقول في الحديث الصحيح: لا يشربن ناس من أمتي الخمر يسمونها بغير اسمها، يخصف الله بهم الأرض ويجعل منهم القردة والخنازير. خلي بالك من كلمة يسمونها بغير اسمها. يعني إيه؟ بيسموها المشروبات الروحية، بيسموها البيرة، والبيرة طبعا حرام باتفاق العلماء، ما كان كثيره مسكر فقليله حرام، وده مش موضوع الحلقه بتاعت النهارده خالص. بس عايز اعرف حضرتك عايز توصل. انا عايز اوصل لايه؟ أيوه. النبي صلى الله عليه وسلم لما قال أيوه يسمونها بغير اسمها، يعني معنى ذلك ان هيطلع لنا ناس برضو في علم ادعاء الغيب، الناس اللي بتدعي الغيب هيسموا علم ادعاء الغيب بغير اسمه، اللي هو علم ايه؟ النجوم والابراج والتنبؤات. هم بيدعوا الغيب بس هما ما يقدروش يقولوا كده، هما ما يقدروش يواجهوكي ويقول لك انا بدعي علم الغيب، والا الناس هتقول لهم انتوا كده اشركتم بالله سبحانه وتعالى وجعلتم انفسكم لله ندا. فبداوا يحوروا زي ما التانيين حوروا المشروبات الروحيه والبيره، هما كمان حوروا ادعاء علم الغيب ان هما خلوها الابراج والنجوم والكلام ده اللي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم في حديث صحيح لا يقبل القسمه. وهل هناك حديث صحيح لا يقبل القسمه على اتنين ليه علاقه بالافلاك والاجرام؟ اتفضل حضرتك قول لنا عليه، ده اهم من بتاع الخمر. ده اهم حاجه. أيوة. بس انا قبل ما اقول لك الحديث هقول لك ايه. اتفضل. والايه دي كانت تغنينا. اتفضل. قل لا يعلم من في السماوات والارض الغيب الا الله عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحد. لما ربنا يجي يقول لي إن هو عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحد، واحد يجي يقول لي إن أنا الأهلي هيكسب ولا هيخسر، وبكرة هيحصل كذا، والرئيس الفلاني هيموت، والرئيس الفلاني ده هيعيش، والفلاني يبقى ده مخالف لكتاب الله سبحانه وتعالى. نقف هنا بقى.
هقول لك بقى الحديث الصريح ولا نسمع؟ اتفضل الحديث. اصل انت حضرتك قلت الايه كافيه شافيه، وانا شخصيا شايفه ان دي اللي ممكن ناخد منها، بس اتفضل حضرتك كمل الحديث. النبي صلى الله عليه واله وصحبه وسلم قال في الحديث الصحيح، قال: من اقتبس علما من النجوم اقتبس شعبة من السحر زاد ما زاد. يعني ايه الكلام العظيم اللي قاله سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم؟ طبعا من المعلوم انه اقتبس شعبة من السحر. ايوه النبي صلى الله عليه وسلم من المعلوم انه لا ينطق عن الهوى، ان هو الا وحي يوحى على ما هو شديد القوة. خلاص فالنبي مش هيقول كلام من عنده. فالنبي صلى الله عليه وسلم أعلمه ربه تبارك وتعالى من قديم الأزل، من أكثر من 1444 سنة، إن في ناس هييجوا بعد منك يا رسول الله هيدعوا علم الغيب، وهيسموا علم الغيب ده بعلم الأبراج والنجوم وكده. فالنبي جابها صراحة في الحديث، قال من اقتبس شعبة من عظيم. وضحت كده وقيلت. هل اللي حضراتكم بتقدموه ده يدخل في باب محاولة معرفة الغيب واستقراء الغيب، وبالتالي إعلام الآخرين باللي هيحصل في المستقبل لأنه قراءة غيب؟ هو بس نقطة بسيطة هضيفها للدكتورة اللي قالته الدكتورة باب، اللي هو العلم اللدني هو علم سيدنا إدريس. هو بالفعل العلم اللدني هو اللي من لدنا، واتيناهم من لدنا علما، اللي هي قصه سيدنا موسى والخضر. ما لسه ما دخلش مع الاستاذ. لا انا بس هي النقطه كنت عايز اضيفها رباب في جزئيه ان كيف لنا اثبات ان هذا العلم، هي قالت من على جدران المعابد، لكن ده في حد ذاته هو اثبات. يعني النقيض دون او عدم الاثبات في حد ذاته اثبات، يعني نفي اثبات. ده علم كبير، ازاي اطلع اي بشر ازاي يطلع ويشوف زحل بحجمه واتصالاته ونجومه الا ان يكون من الله رب العالمين؟ يعني دي كواكب مستحيل بشر يرصدها الا من عند الله سبحانه وتعالى. في توصيف انها عباره عن استقراء تكرار او تواجد الاقمار او الابراج اللي موجوده في السماء والنجوم اللي موجوده في السماء، فاستقراءها هو استقراء بشري، بمعنى ان هم كانوا موجودين، ان ظهر النجم ده في الوقت ده من السنه فبالتالي حصل الفيضان فبالتالي بقى فيه كذا، او ظهر النجم ده فحدث حدث. ده علم النجوم، ده بالذات ينفي ان احنا بنعلم الغيب، لان هو استقراء بالفعل. اذا هيتقال عليه دلوقتي انه علم بشري، اصوله لدنيه الهيه لكنه هل بشري. اللي بتقدمه دلوقتي يا استاذ احمد ليه علاقه بانه نوع من انواع قراءه واستقراء الغيب، ولا انت بتقدمه على هناك ريبان؟ والامام محمد بن الشعراوي وائمه الدين والتابعين والصحابه قالوا ان هناك ريبان، الغيب النسبي والغيب المطلق. الغيب المطلق هو علم الساعه والروح، كل روح من امر ربي. اما الغيب النسبي الحاجه اللي نسبيه اللي هي مخفيه عني دلوقتي، يعني انا 1+1 ما اعرفش 2، لما تعرفت 2 ما عادش نسبي، ما عادش غيب. انا بكره هقبض ايه ما قبضتش، لما يجي بكره واقبض بقى المجهول بقى معلوم. فهذا الغيب النسبي الذي هو حلال واللي احنا بنقدمه. اما الغيب المطلق الذي تقصده الايه التي قالها فضيله الداعيه الاسلامي، هي الغيب المطلق، وهو علم الساعه لا يعلمه الا الله. ورغم ذلك علم الساعة اللي هو المطلق الله سبحانه وتعالى استثنى إلا من ارتضى من رسول، والرسول في الآخر بشر. يبقى إذن حتى الغيب المطلق ممكن بشر ينكشف له بإذن الله سبحانه وتعالى. أطلع على دكتور، دكتور لسه ما خدش رأيي. الساعة رسول أنا ربنا تبارك. حضرتك ما كملتش الآية، كمل الآية. إلا من ارتضى من رسول، هو وقف عند هنا عشان ما يقعش في التناقض. لا أنا حافظ علم الغيب. إلا من ارتضى من رسول، من علم الغيب إنه هو يخبر كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بما سيحدث في المستقبل. السؤال بقى اللي هو ان هو الى وحي يوحى، هل انت رسول حتى يطلعك الله على الغيب؟ دي تناقض حضرتك دكتور محمد. على فكره الا من ارتضى من رسول. دكتور محمد حضرتك رسول؟ دكتور محمد لسه ما خلصناش، لسه ما خلصناش بقيه الرد، لسه ما خلصناش، لان الدكتوره رباب اكيد هي كمان عندها رد على هذه الجزئيه. هل ما تقدمينه انت بشكل شخصي او ما تستمعين اليه بيدخل تحت دائره الاعلام بالغيب يا دكتوره رباب؟ الحقيقة اللي أنا بقدمه، المحتوى اللي أنا بقدمه محتوى متميز جدا ومحتوى مختلف تماما عن أي حد دارس فلك بيقدمه. لو حضرتك اطلعتي على المحتوى اللي أنا بقدمه هتفهمي معنى كلامي. شفته كويس جدا. السؤال اللي ممكن يتبادر لذهن أي حد، أنا دلوقتي واحدة مختصة في علم النفس، إيه اللي يخليني أدرس فلك؟ بالظبط. الفلك أنا بستخدمه من أجل تحسين حياة الناس والوصول للصحة النفسية والتوازن النفسي والتناغم مع الكون، ومن ثم التوحد مع رب العالمين. هي دي رسالتنا كلنا. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. كلنا مخلوقين علشان نعبد ربنا.
وكل الأنبياء وكل الرسل كانوا بيتأملوا في السماء وبيتفكروا وبيتدبروا في حركة الأفلاك والكواكب. وسيدنا إبراهيم الحنيف وصل إلى حقيقة التوحيد عن طريق مراقبته لحركة الشمس والقمر. وربنا ذات نفسه خص صور كاملة في القرآن بأسماء الأبراج السماوية، زي مثلا عندك سورة القمر، سورة الشمس، سورة النجم، سورة البروج، وربنا أقسم بمواقع النجوم. فإحنا بنستخدم مواقع النجوم دي علشان نشوف التكوين النفسي لكل إنسان عامل إزاي، وأنا بساعد من خلال معرفتي بهذه الأمور في تحسين الحالة النفسية للشخص اللي قدامي، مساعدته على فهم حياته، مساعدته على فهم نفسه بالتواصل مع نفسه، ومن ثم الوصول لحالة النضج العاطفي والتوازن النفسي. بمعنى اللي بتقدميه دكتورة رباب هو ليه علاقة أكتر بالشخصية والصفات الشخصية وكيف الاتساق مع النفس وفق حركة الأجرام السماوية، ملوش علاقة باستقراء اللي جاي. يعني مثلا حضرتك ما بتقوليش حاجة ليها علاقة بالغيب أو بالقادم، سواء كانت لدول أو كانت لأشخاص أو غيرها؟ لا دول لا طبعا. بصي انا ما بتكلمش في النقطه دي بالشكل التجاري، لكن انا لو قلت لشخص ان انت هيبقى مثلا احتمال يكون عندك طبقا للخريطه الفلكيه الخاصه بالشخص ده، انت احتمال هيكون عندك كذا وكذا، انا زي الطبيب، انا طبيبة يعني انا معالجة نفسية، فانا زي الطبيب اللي بيشخص جسد المريض وبيقول له انت عندك المرض الفلاني احتمال يكون بعد 6 شهور تحصل وفاة، هل كده هو اطلع على الغيب ولا هو بيقرأ استنتاجات طبقا للتشخيص اللي قدامه؟ ده اطلاع على الغيب يا فندم. طبعا يا فندم ده اطلاع على الغيب، ان الله عنده علم الساعة. من فضلك بس ثانية واحدة، من فضلك اتفضلي يا فندم، بس حضرتك ما ينفعش تقولي ان انا اقول له انت هتتوفى بعد 6 شهور. هي بتقارن هذا بموقف الطبيب. وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس باي ارض تموت. اللي بتقدمه دلوقتي الموت ده بيد ربنا سبحانه وتعالى. دكتوره رباب اللي بتقدمه دكتوره رباب دلوقتي بتقول مثال، قالت ممكن اقول انت هتموت كمان 6 شهور. لا هي مش بتقول على نفسها، بتقول في مثال ان الطبيب ده ضد الشرع يا فندم، ده ضد الشرع يا دكتور محمد. هي مش بتتكلم على نفسها، بتتكلم على ان الطبيب لما يكون عنده حاله مرضيه معينه عارف انها متدهوره بشكل ما، فبيقول له ان احتمال الحاله دي ما تستحملش غير لحد 3 شهور. ده هيموته قبل 3 شهور لو يعني بيحصل بره، هيموته قبل. بس ده بيحصل في كل دول العالم. الموت دوت حاجه. خلينا نكمل دكتوره. اتفضلي يا دكتوره باب، كملي الجزئيه بتاعتك علشان ندخل في النقطه اللي بعدها. فانا لما بتعامل مع الفلك وبقول مثلا لشخص ان انت احتمال هيكون عندك التحدي الفلاني مثلا في المهنه او في الحياه الوظيفيه او تحدي مع الابناء، انا بهيئه نفسيا علشان يكون مستعد ويمارس التسليم المطلق لله. والتحديات دي حضرتك بتستقرئيها بناء على خريطته الفلكيه، هو اتولد امتى وكانت ساعتها طبعاً الابراج موجوده حالتها ايه، فبالتالي هي بقت حالتها ايه دلوقتي. هو ده اللي بيحصل طبعا. وانا ساعدت ناس كتير الحقيقه. محدش قال لك على ان ده بيدخل في دائره الحرمانيه زي ما قالها دكتور محمد دلوقتي، وان ده لا. انا مش مقتنعه. طالما انا بقدم شيء بيساعد الاشخاص على التشافي وبيساعد الاشخاص ان هم يوصلوا لحقيقتهم، مش بس التشافي يعني، انا مش بيجي لي بس اشخاص مرضى، شخص عايز يفهم حياته ليه متلخبطه بالشكل ده، فبنشوف سلوكياته وبنشوف افكاره وبنشوف مشاعره. هو ده التجاري. معلش يا استاذه، وضحت الجزئيه دي. وهو ربنا سبحانه وتعالى يعني اغفل ذلك في القران؟ ما هو ربنا قالها يا دكتوره، قال الله تعالى ومن اعرض عن ذكري فان له معيشه ضنكا. مش بس كده، ونحشره يوم القيامه اعمى، قال ربي لما حشرتني اعمى وقد كنت بصيرا، قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. يبقى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. مش بيبقى ربنا ما سابش حاجة إلا واتكلم عليها في القرآن. طيب واللي ما اتكلمش ربنا عليه في القرآن برضه اتكلم عليه في القرآن، اتكلم عليه في إيه؟ وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. فالقرآن والسنة لم يتركا شيئا. بس الدكتورة ما بتتكلم عنه دلوقتي، بتتكلم على صفات شخصية ليها علاقة. أنا ماليش دعوة بالصفات الشخصية. بتأثيرات. طب أنا هقول لك بقى إيه اللي أنا ليا دعوة، إن هي بتقول له أنت هتموت كمان 6 شهور. لا هي مش هي هتقول له أنت هيحصل لك كده بكرة. دكتور محمد بس عشان ما نظلمش دكتور رجاء، هي ما كانتش بتتكلم عن نفسها، بتقول إذا حد مريض راح لدكتور وقال له بناء على حالة الصحيه هيحصل كده، هي ما بتتكلمش على نفسها. طيب. بتقول ان بناء على حركه الكواكب. لا هي قالت على فكره لو رجعتي حضرتك، بس هي ما بتتكلمش ان انا ممكن اقول له كده. بتتكلم على حاله طبيه، لكن قالت انا كشخص بيقدر يشوف حركه ويراقب حركه الكواكب يقدر يقول ان بعد 6 شهور ممكن يحصل ايه فانتبهوا. طيب. ده اللي هي بتقوله. لكن قبل ما هرجع لنقطه مهمه، سيدي مال هديته ومال التنبؤات، هرجع لك لنقطه مهمه. بس بعد ما اشوف استاذ احمد عندك اي تعليق اتفضل. تعليقات ولا ابتدي اسال؟ اتفضل لو عندك تعليق سريع، لان انا عايزه اقول حاجه.
انا شفتك في كذا لقاءات تلفزيونيه وطول الوقت بتدخل في سجلات، لان انا لازم اختم الحلقه على نقطه الناس تقف ليها، وانا في الخمس دقائق دول هوصل للنقطه دي كونكلوجن. شفتك كتير بتقف قدام رجال الدين وبيحصل سجال وخناق ومش عارفه ايه وما بتوصلوش لحل، مش من ناحيتهم خناق وتاني وما توصلوش لحل يعني والناس تدخل تهاجمك وتتخانق معاك، وبعيدا عن التصريحات اللي قالها الدكتور محمد دي لانها مش موضوعنا، هل الموضوع مستعصي قوي كده ومفيش مكان في النص يجمع بين رجال الدين؟ لا يا فندم، الموضوع مش مستعصي، لكن هناك قاعده قديمه تقول المرء عدو ما يجهل. المرء عدو ما يجهل، انا حاجه ما اعرفهاش لازم ابعدوها. العلم ده وان علم قديم، اين يعني فضيله الداعيه الدكتور محمد قال لك لم يسقى وما تكمصول على عينه واصل كل دوان، لكن اين الايات التي لا يقسم الله الا بكل عظيم والسماء ذات البروج هي الابواب بتاعتنا. ايه ده فلا اقسم دقيقه واحده ما اتعطش ما اتعطش لو سمحت، انا ما بقتش اتكلم واقطع، هو دلوقتي ما فصلش اتكلم على القسم اللي ربنا اقسم. الايه واضحه، والسماء ذات البروج، ما فيش ابواب في السماء اللي هي دي يعني الحمل والطوب كده، والسماء ذات البروج ما قالكش الارض. فلا اقسم بمواقع النجوم وعلامات النجم وما يهتدون فنظر نظره في النجوم فقال اني سقيم فتولوا عن مدبين صوت ابراهيم، لانه قالوا كانوا كل دانيين علماء نجوم، فهو اتاهم ببينه زي ما كل نبي بياتي بقومه، هم كان اهل ليهور جنوب العراق كان اهل نجوم، فسيدنا ابراهيم عشان لما كسر كبير الاصنام عايزهم يسيبوه، فاتاهم بالعلم الحجه بتاعتهم اللي هم عارفينها اللي هو فنظر نظره في النجوم، الفات تفيد السببيه والسرعه، فنظر نظره في النجوم، فنظر نظره فيه مش الى النجوم عشان ما حدش يقول لك بص للسماء فيه وليس الى النجوم، فقال اني سقيم، بص البيت السادس قال لي انا مريض، البيت السادس اللي هو بيت المرض هم اهل نجوم ويعلموا هذا الكلام، هم كانوا من السابقه، فقال اني سقيم فتولوا عنه مدبرين. ده كسر الاصنام، لو واحد دلوقتي سب الله سبحانه وتعالى حاشا لله في الشارع الناس هتقتله، فده كبير الهتهم يكسروا ويسيبوه ويتولى عنهم مدبرين الا اذا اتاهم بايه هم يعلمونها وهو علم النجوم، فبالتالي سيدنا ابراهيم والانبياء كانوا عندهم علم من النجوم وهو العلم اللدني الذي قالته. يعني حضرتك عايز تقول ان هيفضل عندنا نفس المشكله طالما ان اهل الدين ما بيحاولوش يتقربوا شويه عشان يفهموا ايه بعض اصل العلوم؟ انا من شويه قلت لك مثلا بعض اذا خلاص نقف هنا، في ناس متفهمه هذا الامر. الدكتوره رباب اتمنى ما زالت تكون موجوده معانا ولا فصلت؟ دكتوره رباب احنا بنعتذر لان الاتصال فصل، لكن كنت هاخد من حضرتك تعليق اخير على هذه الجزئيه لكن هاخده دلوقتي ويبقى ختام الحلقه مع دكتور محمد. بص يا سيدتي الفاضله، هو برضو زي ما انا قلت يسمون الاشياء بغير اسمها كما اخبر النبي صلى الله عليه وسلم. المشكله في ايه؟ المشكله ان احنا عندنا احاديث وايات بتعارض هذا الكلام، فانا اسيب الايات والاحاديث واسمع كلام حد طبعا ما بقصدش الاستاذ احمد، يعني زمان مثلا في واحد وقف على بئر زمزم فبال، فالناس مسكوه ضربوه خدوه لخليفة المسلمين، قال له انت اللي عملت كده، قال اردت ان اذكر، بال في بئر زمزم عشان الناس يذكروه. فكل واحد دلوقتي مش لاقي شغلانه، انا طبعا ما بتكلمش وما بخاطبش حد وما بوجهش الكلام لحد، انا بتكلم فاي حد مش لاقي شغلانه دلوقتي هيطلع يعمل له شغلانه وهي مش شغلانه اصلا. ده اسمه علم، مع احترامي معلش انا اسف في اللي انا هقوله، ده اسمه علم الضحك على الدقون، علم الضحك على الدقون. النبي صلى الله عليه وسلم جوله وقالوا له يا رسول الله انهم يقولون الكلمه فتكون حقا، دول بيقولوا يا رسول الله وبيطلع الكلام فعلا مظبوط، فالنبي اجاب بقى عليهم قال ايه؟ قال ذلك الجني يستمع الى حديث السماء فيخطف الخطفه فيقرها في اذن وليه كقرقره الدجاج فيخلط معها اكثر من 100 كذبه، يعني بيستعينوا بالجن. ايوه بس هم هنا الاساس اللي احنا اتكلمنا معاهم دلوقتي، معلش انا اسفه ما كانوش، اسمح لي، لا اسمح لي بس ما بيتكلموش عن فكره الالهام، هم بيتكلموا عن فكره احنا بنشوف الكواكب دي بتتكرر لما بتحصل. ما هو ده بقى النبي قاله في حديث يا استاذ، انا ممكن اخد حاجه صغيره اقول لك الحديث ده وهختم بيه. اتفضل. ايه الحديث؟ قال صلى الله عليه وسلم من اتى عرافا، يعني ايه عرف؟ اللي بيعرف الماضي فقط. لا يا فندم، لا لا يا فندم، لا مش انت عمال دلوقتي بتفسر على بين العواف والكهنه، العواف الذي يعرف الماضي، لا يا فندم، الكهنه الذي يعرف المستقبل. لا 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 ده كلامك انت، ده ملوش اي علاقه، ده كلام حضرتك، مصطلح موجود. خليني اكمل كلمتي، كمل لان انا بقول الذي يدعي معرفه ما يحدث في المستقبل عراف، ليس صحيح، والا انا في ده حصل في الماضي. طب هم اهل عرافهم، اهل الاهل المهنه دي نفسهم، او لو جاز مهنة نطلق عليها، مبسوط ان انت قلت عليها لو جاز ان احنا نطلق، بقول لو جاز، لو جاز ان احنا نطلق عليها مهنه، هم نفسهم بيقول لك انا عندي فرق بين العراف وبين الكاهن وبين هم عايزين يقولوا، بس احنا عندنا سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قال من اتى عرافا فصدقه بما يقول فقد برئ مما انزل على محمد، فان لم يصدقه
لم تقبل له صلاة 40 يوم. الأعراب إذا كنا إحنا عندنا مش قلت المرأة عدو ما يجهل هم عارفين. اسمح لي أقول الكونكلوجن اللي أنا وصلت له النهاردة، وأتمنى أنا مش ما عنديش رأي في الاتجاهين، هذا صح وهذا خاطئ وهذا خاطئ وهذا عندك صحيح. آيات يا أنا عندي جزئية مهمة جدا عايزة أقول، آيات واضحة وصريحة. اسمح لي أقول اتفضلي. قبل ما أشكر ضيوفي، إحنا عرضنا معاكم هنا لأن هذا الاختلاف ما عرفش عدد السنين اللي ما زال مستمر بيها لحد دلوقتي إيه، لكن اللي أقدر أقوله يعني لما كان النبي برضو عليه الصلاة والسلام قال من عرف لغة قوم أمن مكرهم، فبالتالي الدعوة اللي قالها الأستاذ أحمد للدكتور محمد هو إن أنا هو بيتكلم بلغة القرآن وبيحفظ وبيحاول يتفكر ويتدبر حتى لو أخطأ في تفسير البعض. تمام. فهل حضرتك حاولت تقرأ الكتب اللي هما بيستندوا عليها؟ دي دعوة مش لأن أنا أقول ده صح ولا غلط، لكن لما نتناقش المرة الجاية أكون على الأقل عرفت الطرف الآخر بيقول إيه، لما أجي أواجه ديانة أخرى فبروح أعرف أنا عارف كويس وقرأت كويس يا أستاذة، وعشان كده أنا جيت وإلا ما كنتش جيت النهاردة. هم يدعون علم الغيب لكن تحت مسمى علم الأبراج والنجوم، وهذا العلم حرام باتفاق العلماء. إذن رجعنا عند نفس المرحلة، نفس الدائرة بتلف لنفس الجزئية تاني، هيبقى الاختلاف. أهل الدين لا يعترفون إطلاقا بما يتحدث فيه علماء الفلك أو خبراء الفلك أو حتى الفلكيون، وتبقى النتيجة بالنسبة للناس بتعمل إيه وبتتابع إيه. إحنا فتحنا الموضوع ده عشان تتفكروا وتتدبروا مش علشان تقرروا، فكروا بس وقروا وتعلموا بدل ما تروحوا في اتجاه الآخر. أنا بشكرك جدا أستاذ أحمد على هذا اللقاء، الأستاذ أحمد شاهين عالم الفلك والدعية الإسلامي الدكتور محمد علي، شكرا جزيلا. شكرا الله. طبعا شكر جزيل للدكتور رباب حجازي اللي شاركتنا من الكويت، دكتوراه في علم النفس السلوكي والباحثة الفلكية. انتهت حلقتنا السبت اللي جاي 9 مساء هنتظركم، وحديث القاهرة حديث الناس على شاشة القاهرة والناس. تصبحوا على خير.